هذا الاتفاق، لكن مصر حاضرة باعتبارها جزء أصيل من البريكس. كيف تستفيد فلسطين من تواجد مصر كجزء أصيل من هذا التحالف؟ نشاهده في هذا التقرير. بحجم اقتصادات بلغ نحو 44 تريليون دولار وسيطرة على نحو 17% من التجارة العالمية و23% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي وأكثر من ثلث سكان العالم وفق بيانات منظمة التجارة العالمية، تبرز بريكس كتحالف اقتصادي يتمتع بمجموعة من المزايا التي تؤهله لمنافسة مجموعة السبع العظمى ككيان يسعى لخلق حالة من التوازن بالاقتصاد العالمي. وافقت بريكس على عضوية ثلاث دول عربية خلال قمتها الأخيرة، وهي مصر والسعودية والإمارات، فيما تدرس عضوية 20 دولة أخرى من بينها فلسطين، الأمر الذي يبشر إلى تعزيز بريكس في منطقتنا العربية ويعود بالخير على كافة دول المنطقة الغنية بالموارد والقوى البشرية العاملة. ويأتي انضمام مصر إلى التجمع تأكيداً على متانة العلاقات الاقتصادية والسياسية لها وعلى مكانتها الاقتصادية والجيوسياسية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما يساهم في زيادة فرص مصر لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتخفيف ضغط على النقد الأجنبي في مصر الذي يمثل الدولار الحصة الكبرى منه، وسيمنح فرصاً للحصول على تمويلات ميسرة لمشروعاتها التنموية. إن مبادئ بريكس التي تقودها سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية والاحترام المتبادل وحل الخلافات بالطرق الدبلوماسية سيشكل قاعدة مهمة لاستفادة فلسطين والدول العربية النامية من تنين اقتصادي لا يساوم التنمية بالمواقف السياسية وإعادة تشكيل النظام العالمي من خلال تحويل القوة من الشمال العالمي إلى الجنوب العالمي الذي تشكل الدول العربية بيضة القبان الجيوسياسي فيه.